المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في هذه الندوة الخاصة التي نجريها معكم لنتحدث حول واقع المشاركة السياسية للمرأة في اليمن وأهم متطلباتها، ومعرفة البنية القانونية والتشريعية للنساء ومشاركتها الحقيقية وكيفية الممارسة الواقعية لها في إصدار القرارات، شعارات كلها على ورق. أما على أرض الواقع فإن المرأة في اليمن ما تزال تدفع ثمن الصراعات حتى يومنا هذا. وفي هذا اللقاء أيها السادة الكرام، سنحاول أن نحدد أبرز المعوقات التي تواجه عمل المرأة وأيضا من مشاركتها السياسية وتعزيز دورها على أرض الواقع السياسي وتمكينها من الوصول إلى صنع القرار. لكن قبل أن نبدأ معكم، يسعدني في هذه الندوة أن نستضيف معكم الأستاذة عايدة عاشور، عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عضو لجنة دائمة الرئيسية، رئيس قطاع نسوي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج، وكذا أيضا عضو التكتل النسائي للأحزاب وعضو مجلس مركزي نساء اليمن لحج. مرحبا بك أستاذ عايدة. مرحبا بك. نعم. أختي، يشرفني أن أكون في هذه الندوة. نعم، أيضا باسمكم جميعا أيها السادة الكرام نرحب بالأستاذة بثينة العمري، عضو في مبادرة بصمة النساء للسلام ومدربة في النوع الاجتماعي وبناء السلام ورئيسة مبادرة كل إنسان من عام 2016 إلى يومنا هذه المبادرة. أهلا ومرحبا بك السادة بثينة. إذن مشاهدينا الكرام، صناعة السلام وتعزيز دور المرأة في بلادنا وأهمية المشاركة الحقيقية للنساء قياديا وسياسيا وتجسيد ارتباطها مع مجمل القضايا الاجتماعية كانت من ضمن أولويات معظم الفعاليات وكذا أيضا للأنشطة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية، وتشهد أيضا هذه الفعاليات برمتها. وفي هذا اللقاء الذي يأتي بإشراف من القمة النسوية الجنوبية بعدن وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان ومركز عدالة الحقوق والحريات في الأردن، سنناقش فيه كيفية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضرورة إشراكها في الحياة السياسية، وكذا أيضا تعزيز قدرات النساء، ولماذا لا تفعل هذه القوانين المحددة لدور المرأة في الحياة السياسية. كل ذلك سنناقشه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام لعام 2020-2022 للميلاد. ضمن أولويات خطة العمل الوطنية، ارتكزت خطة العمل التنفيذية لتفعيل القرار 1325 على المشاركة، زيادة مشاركة النساء على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الأمن والجيش وفي الآليات المحلية والدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وفي السلك الدبلوماسي وفي التصدي للنزاعات وحفظ السلام. نعود لكم مرة أخرى أيها السادة الكرام، ونبدأ معكم حديثنا ومحاور حديثنا في معرض حديثنا في هذه الندوة الخاصة. مرة أخرى مرحبا بالأستاذة عايدة ومرحبا بالأستاذة بثينة. أستاذة عايدة، كيف تقيمين اليوم واقع المرأة اليوم في ظل هذه الأوضاع وأثرها على مستقبل الحياة الديمقراطية التي دابت اليوم وسط هذه الحرب التي نعيشها اليوم في بلادنا، وكثيرة من المناطق العربية لا زالت يعني تعيش أوساط من الحروب مستمرة في المنطقة العربية برمتها؟ تفضل أستاذة عايدة. تقييمي للوضع الراهن، يعني أصبحت المرأة هي من تدفع ضريبة هذه الحرب. نعم، يعني المرأة عانت كثير من الحروب، نتائج هذه الحروب المدمرة انعكس سلبا على واقع المرأة. أصبحت المرأة في تراجع. كان لها دور، المرأة كانت متواجدة في كل المجالات. المجال السياسي، المجال الاقتصادي، الاجتماعي، المرأة لها بصمة موجودة
على مر سنين كان لها تواجد وحضور، ولا زالت المرأة تبذل جهدها الآن، بس أصبح بوضع بسبب الحرب أصبحت المرأة يعني تراجعت أدوارها، يعني مكانتها. كانت المرأة تطمح أن تكون متواجدة في مواقع صنع القرار. نعم. يعني الآن يعني الحرب لها أثار. نعم بالفعل. يعني أثرت المرأة، هي من تأثرت بهذه الحرب. فهي الأم، فهي الزوجة، فهي الأخت. لهذا نطمح أن تكون مشاركة فاعلة للمرأة في ظل هذه الأوضاع، انتشال وضع المرأة. كذلك انعكس يعني عدم وجود المرأة حتى أبسط مثال في الحكومة. الآن عند تشكيل حكومة المحاصصة الآن الموجودة. نعم. يعني فوجئنا اندهشنا ان المرأة مش موجودة، غيبت تماما، غيبت. يعني هنا وقع اقصاء. نعم. يعني للمرأة هنا الاقصاء الحقيقي. نعم. تهميش للمرأة. نعم. هم مشت المرأة ما السبب في ذلك برأيك؟ يعني يعني هنا النظرة، هم يقولوا الان ان المرأة مش متوا يعني مش وقتها، مش وقت الان. ليش؟ الان وقت حرب. اي وقت. نعم. حرب. ليش؟ نعم. المرأة عايشة. نعم. عاشت الحرب، فترة الحرب. نعم. واشتغلت، كانت في يعني في ظل الحرب كانت موجودة. اشتغل موجودة. نعم. وكانت لها ادوار بالفعل ايجابية. نعم. لهذا مكن المرأة من يعني في يعني حقائب وزارية خاصة يعني في المرأة، الشؤون الاجتماعية مثلا او حقوق الانسان او اي، في هذه كانت من السابق كانت تحتلها. الان يجب ان تحتل مناصب اخرى ايضا. لا. نعم. يعني ليش لا؟ يعني مش نعم. لا تقتصر على هذه الوزارتين. المفروض المرأة تكون في كل الوزارات بالفعل، سواء كانت وزيرة او نائبة او على مستوى وكيلة في الوزارات. ليش يعني هنا ليش غيب دور المرأة؟ ليش استثنوها؟ ما السبب الرئيسي الذي تم تغيب دور المرأة وأيضا أدى إلى إقصائها وتهميشها؟ هنا يكمن السؤال. نعم. هنا الحلقة الذي يجب أن يتم معرفتها بمعنى يعني موضوع يعني أن تفكك هذه الحلقة بمضامنها. لماذا تم تغيب دور المرأة هنا؟ يعني نحن هنا بالتحديد أنا كمرأة يعني شاركت في المجال السياسي. فعلا. يعني أعتب على الأحزاب. نعم. أتبع حزب كان لها دور. كان نعم في الفترة الماضية. نعم. ريادي. نعم. أيوة. ولا تزال للآن قادرة على العطاء. بالفعل. يعني هنا الأحزاب استثنت برامجها. البرامج حقها الوطنية استثنتها. نعم. يعني ألم يكن من ضمن برامج هذه الأحزاب أن مشاركة المرأة تمكين المرأة؟ تمكين المرأة. فكيف يغردون ويناشدون بتمكين المرأة في برامجهم لهذه الأحزاب والآن غيب تماما دورها؟ لماذا؟ يعني أنا اندهشت من حزبي، بالرغم أنه كان يعني حزب المؤتمر يعني نعم. كانت النساء متواجدة فيها على مستوى المجلس المحلي. نعم. على مستوى حتى الدائرة النيابية، حتى بالفعل دائرة واحدة المرأة موجودة. على مستوى الهيئة التنظيمية المرأة موجودة، لجنة عامة موجودة، في اللجنة العامة، في الأمانة العامة، في اللجنة الدائمة الرئيسية، في اللجنة الدائمة المحلية، المرأة موجودة على حتى مستوى القواعد التنظيمية. نعم. طيب ليش قيبت المرأة؟ نسأل، هل لأن هنا المرأة يعني لا يمكن لها لا يمكن أن تشارك في الحكم؟ يعني الرجل هو أفضل، يعني هنا تمييز، أفضل منها؟ الآن تمييز. نعم. نعم تمييز بالفعل. هنا ميز الرجل أنه أفضل من المرأة في هذا، بالرغم أن المرأة يعني هي من عانت من بالفعل جراء الحرب. نعم. ولا زالت تعاني، ولا زالت تعاني إلى يومنا هذا. نعم. وهي متواجدة في الحرب بالفعل. كيف أنك تستثنوا المرأة؟ نحن نعتب على أحزابنا. أنا في المؤتمر أعتب يعني نعم. كنت عن كل الأحزاب حقيقة والمكونات. نعم. ليش؟ أيوة. نعم. لماذا بالذات تم تغييب المرأة؟ نعم. لماذا؟ هي من تطمح للسلام. المرأة هي نعم هي من تعمل على بناء السلام، صنع القرار أيضا. صنع القرار. المرأة يعني سواء كانت ربة بيت. نعم. أو كانت في المجال العمل الوظيفي، المرأة هي أساس التطور فعلا، تقاس المجتمعات. نعم. بمدى تقدم بالمرأة فعلا. المرأة مشاركة سياسية للمرأة هي حق. نعم. وواجب إنسان، حق من حقوقها، حق من حق كفلها لها الدستور. وأيضا الديمقراطية، بلدنا بلد ديمقراطي. كيف؟ نعم. عرف الديمقراطية منذ القدم. نعم. مثلا في الانتخابات بس. نعم. أحشد ونجح القائمة. نعم. لا، أنا من حقي يعني من حقي في التصويت، أنا أعطي صوتي، من حقي في نعم بالفعل مساواة، من حقي أن أكون في صنع القرار، في مواقع صنع القرار بالفعل. نعم. أستاذة بثينة، أيضا كيف تقيمين واقع المرأة اليوم في ظل هذه الصراعات أو هذه الأوضاع التي أثرها على مستقبل الحياة وأثر على مستقبل الحياة الديمقراطية، بلدنا بلد ديمقراطي حقيقة، التي دابت اليوم وسط هذه الحرب التي نعيشها اليوم في بلادنا وكثير من المناطق العربية؟ يعني دور المرأة غيب تماما، يعني إن كان هنا في اليمن في بلادنا وأيضا في البلدان العربية تكاد أن يكون دور المرأة مقصور ومحصور للأسف في بعض من البلدان العربية. للأسف أضم صوتي إلى صوت نعم الأستاذة عايدة. ولكن
الآن الوضع إنه أقول لك المرأة في الحرب لازم يعني تشتغل في الأماكن اللي مخصصة لها، لكن تدخل في صنع القرار أو في المشاورات لا يمكن لها، هذا لا يمكن لها لأنها لا تستطيع. نعم، لماذا؟ لأنه في سلطة ذكورية وفي تمييز، رغم أنه حقوق الإنسان كفل أنه للجنسين، للجنسين بالفعل، أيوة. حق المساواة، حق المشاركة. طيب ليش أنتم ما تدخلوش المرأة؟ ليش دوره مغير؟ يعني فقط أنتم تشتوها وقت الانتخابات، وقت فقط يعني أغراض المصالح الخاصة فيكم، لكن وقت المشاورات وقت الاتفاقيات تغيب، خلاص انت على الجانب، هم اللي اشتغلوا، هم اللي عملوا، هم بالأسف تطلع سياستهم. ما زلنا بالحرب للآن، لأن دور المرأة مغيب، ما أشركوهاش، لم تشرك بالفعل، لم تشرك. نعم، حتى أيضا منظمات المجتمع المدني، أنت من ضمن منظمات المجتمع المدني كذلك أيضا، لم يتم إشراكها في العمل السياسي. أنت شايفة الآن الاتفاقيات، التقسيمات الحكومية، فين المرأة؟ نعم، فوضت أيضا السلام وأي شيء، هي شركة الرجل، هي شركة الرجل، نعم، والسن. بالفعل، ويجب أن يكون لها الدور، أكيد. والآن غيب هذا الدور، غيب لأنهم عندهم سياسات خاصة فيهم. لأنه لو دخلت المرأة يمكن تأخذ مكانه، لأن المرأة دورها قوي جدا، وهي اللي تقدر تتكلم، وهي اللي تقدر تشاور، اللي تقدر تحاور، وهي اللي تقدر كمان توضع الحلول. ألم تكن المرأة أيضا في الحكومة السابقة هي موجودة؟ موجودة، وغيبت في هذه الحكومة للأسف. هل هذا السؤال لماذا؟ أيوة. تحديد ليش؟ لماذا؟ لأن لها مشاركات في الوقت الراهن حاليا، لماذا؟ وهو في الوقت الذي بحاجة ماسة لدور المرأة أن يكون أكثر. إحنا كنساء أحزاب شكلنا تكتل نسوي، هذا التكتل من جميع الحساب، من جميع المكونات، ضم كامل. نعم، عملنا رسالة بعد عملية الإقصاء التي تمت. نعم، هذه رسالة توجهوها. نعم، فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، رئيس الجمهورية، قيادة سياسية والحكومة أيضا، لاستثناء المرأة. نعم، ليش استثناء؟ يعني تم استثناء النساء في الحكومة لحد الآن، يعني عملنا رسالة لرئيس مجلس النواب، عملنا عدة رسائل. نعم، يعني تضامنا لوجود المرأة. نعم، يعني كيف تم إقصاء المرأة من مواقع صنع القرار، مواقع يعني من حكومة، من يعني محاصصة سياسية. نعم، استثنيت، وطالما أنها شاركت فيها الأحزاب، وفي الأحزاب في نساء تتبع الأحزاب هذه. نعم، في كل حزب، في كل مكون موجود نساء. حتى نعتب على المنظمات الدولية التي تناهض العنف ضد المرأة. ليش؟ أين دورهم؟ أين صوتهم؟ أين صوتهم؟ في قرارات دولية 13-29 بحق المرأة. نعم، هذه القرارات التي تناهض العنف ضد المرأة. نعم، يعني ليش سكتوا على هذا القيام؟ نعم، تغيب المرأة، عدم وجودها، هل يعني هنا يعني خلاص أن الرجل هو الذي هذه الفترة هي صالحة للرجل؟ هل هذا هو المفهوم الصح؟ يعني هم يعني ليش تنادوا دائما بالمرأة، بالمناهضة العنف ضد المرأة، بالتمييز، بالتهميش، الإقصاء، هذا عنف مورس على المرأة. ليش سكتت ولا زال إلى يومنا هذا يمارس؟ نعم، المواثيق الدولية الذي تنادي ب يعني مناهضة بمناصرة قضايا المرأة. نعم، فينها الآن؟ كان المفروض تعمل، أيوة، مجرد شعارات فقط، ليس إلا يعني نحن يعني نعتب نعتب على المبعوث الأموي. نعم، يعني كان المفروض يكون له دور. نعم، رأي، يطرح رأيه في الحكومة الجديدة. نعم، الكل. نعم، الأحزاب، المنظمات، المجتمع المدني الذي تشتغل، يعني عدم وجود المرأة. نعم، سواء كانت مرأة عادية تتبع منظمات المجتمع المدني. نعم، المرأة في الأحزاب اللي تتبع الأحزاب اللي دخلت هذه المحاصصة والأحزاب والتكوينات السياسية. نحن اللي على الأرض الآن نشتغل بالفعل كمنظمة مجتمع مدني، كشخصيات حزبيات، حزبية بالفعل. نحن اللي نشتغل على الأرض، نحن اللي نقيم ندوات، نحن اللي نقوم توعية، التوعيات. نعم، نحن اللي نشتغل على الأرض. نعم، الحكومة دورها مغير الآن، ما فيش دولة أصلاً. نعم، إحنا اللي جالسين نشتغل، المرأة هي نشتغل في جميع المجالات. نعم، معنا مؤسسات، معنا مبادرات، نشتغل، ندرب الشباب. الآن تعرف أن الوضع غير أولي. نعم، بالفعل الوضع في تدهور. نعم، من اللي نقايم على عدن؟ نقايم في اليمن بشكل عام، في المناطق المحررة اللي هم شغالين النساء فعلاً، في الإغاثة، في الاستثمارات، في حتى رائدة الأعمال النساء،
اللي يشتغلوا في الأمور المنظمات والتنسيقات والتوعية النساء حتى في كوفيد 19 نعم حتى في كوفيد نعم النساء كنا بعمل ترميم عدة مجمعات صحية نعم حتى كانت حاضرة النساء النساء نعم الانتشار المرض كوفيد 19 وأيضا ما زال إلى يومنا هذا العمل الجايحة نعمل المرة الثانية أيضا النساء يقومن بالعمل النساء يقومن فلماذا يتم تهميش دورها؟ يعني همش دورها بالرغم من تواجدها يعني احنا يعني مكانتها وجودها لماذا تم تغييبها؟ تم التغييب نتيجه يمكن للسلطه الذكوريه كما قالت الاخ الخوف الخوف من تواجدها لان المراه قادره على العطاء المراه يعني قادره يعني تشتغل تغير من الواقع قادره ان تصنع شيء عندها القدره يعني تحمل المهام زيها زي الرجل مؤهله كادر مؤهل فعلا لها عندها كفاءات كثير من النساء عندهم كفاءات ايوه مؤهله متواجده قادره سواء كانت في هذه المرحله كوفيد 19 او في كل المجالات نعم المراه موجوده وتشتغل عندما تشتغل يعني بضمير تشتغل يعني باخلاق راقيه لكن لا يراد لها تعكس هنا قيبوا دورها نعم ليش تم تقييب الدور ليش احنا قلت ليش اندهشنا نعم يعني ليش مثلا حزب عريق مثل حزب المؤتمر الشعبي العام يستثني المرأة مش موجودة مرأة احنا تعودنا ان في نساء ان يكون لها حضور المرأة متواجدة سواء كان المؤتمر الشعبي العام او حزب الاصلاح والحزب الناصرة وغيرها من الاحزاب او المكونات السياسية او غيرها حقيقة منظمات المجتمع المدني لماذا غيب من دور المرأة في العملية السياسية ولو حضرت تكون ولو حضرت تكون مش موجودة على الواقع نعم ان تكون في الخارج نعم حتى هم اللي اعطوهم المناصب للاسف يعني اللي هم اشتغلوا على الارض مهلهمش غير موجودات يعني على الارض يشتغلوا من برا نعم هم العام انهم داخل هم مش داخل اصلا نعم يعني هل هذا الانتقاء هو الانتقاء الصحيح ان يكون يكون انتقاء على كفاءه وقدره ومقدره على العمل يعني انا عندي العمل الفعلي على ارض الواقع على ارض الواقع نعم يعني اشتغلت في الواقع اثرت غيرت نعم من من من, من واقعي غيرت من المجال اللي انا عايش فيه يعني من حقي اني اوصل لصنع القرار نعم اعطيني حقي قادرة. نعم اني اشتغل يعني ما اثبت اي شيء جدارتي هنا اثبت مكانتي نعم اثبت انا يعني انا اشتغل مثلا في اني كنت سابق في تنميه المراه نعم من خلال تنميه المراه ومن خلال موقعي في حزب المؤتمر كنت رئيسة القطاع يعني تم تمكين عدد من النساء اني يعني اشتغلت تمكين اقتصادي شوفي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي مع اقتصادي نعم ايوه التمكين الاقتصادي يعني انشات جمعيات نسويه لعدد من النساء الحد من عمليه الفقر للنساء انت تعرفي محافظه لحج نعم بالفعل محافظه يعني غنيه عن التعريف فعلا والنساء اكثر اقلب النساء في الارياف اميات بالفعل ايوه بحاجه الى يعني عمل بحاجه الى توعيه نعم هنا يكمن دور المراه هنا نعم في عمليه ايوه التوعيه نعم المراه توعيه في فتح في عندنا مديره عام محول اميه مديره رائعه فتحت يعني صفوف محو الأمية بحكم أنه كان في اتحاد نساء اليمن هي في اتحاد نساء النائبة حق اتحاد نساء اليمن كانت في السابق كان في شغل يعني النساء أبدعت المرأة أبدعت اشتغلت نزلت للمديريات للمناطق النائية يعني بحكم أني رئيسة قطاع نزلت عدة مديريات نائية نزلتها شفت أوضاع المرأة حاولت أني أغير حاولت أعمل تنسيق أعمل لهم في كل مديرية مثلا في نساء في جمعيات نسوية تمكن المرأة من العمل شاركت يعني حتى في شراء بعض مكاين خياطة في السابق وزعتها على بعض المديريات وزعتها حتى في بعض المناطق في مديرية تبن شاركنا بنجاح في العملية الانتخابية بنجاح طالما المرأة قادرة على العطاء ليش تهمش دورها؟ لماذا لا ينظر إلى الدور هذا الحقيقي للمرأة؟ لماذا إعطاها حقها طالما هي تعمل بهذا المجهود الكبير؟ لماذا ينتقص من حقها؟ تم الانتقاص وتم يعني تجاهل وتهميش هل هو تجاهل متعمد استاذه بثينه باعتقادك يعني اكيد متعمد لانه لو كان مش متعمد هو من الخوف انه لو المراه مسكت في صنع القرار او منصب يعني بشكل عام كامل هذه المكونات السياسيه ومنظمه المجتمع المدني والاحزاب يعني لا توجد فيها امراه هم عملت ترشيحها هم شعرت انهم يعني انهم عاملين انه دور المراه قوي وانهم مشاركه رغم انهم هم في الخارج يعني ثقافتنا غير هنا بالفعل فأكيد أنهم يكونوا منفتحين على الثقافة على الحقوق الكذا لكن ما فيش للأسف رغم أنه في مبادرات أنا عضوة في مبادرة بصمة نساء السام شغالين على التوعية في المجال هذا في تمكين النساء نعم تمكين النساء النساء بالفعل في صنع القرار في جميع المجالات مجالات بشكل عام الأخت النساء الآن هي الحاضرة
فعلا. اللي تشتغل اللي تعمل حتى في الخارج يعني ممكن نقول 70% هم الشغالين الآن. نعم. 30% الحكومة فين؟ المرأة شاركت، المرأة شاركت حتى في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. صياغة الدستور. نعم يعني نعم بالفعل كانت موجودة. نعم. ومتواجدة. مؤتمر الحوار الوطني. أيوة طالبنا. نعم. وأثناء حتى أيضا نعم أيضا من ضمن يعني لوقع حديثك في مؤتمر الحوار الوطني أيضا من ضمن أهدافه وبنوده مشاركة المرأة في العملية السياسية. العملية السياسية. نعم. فإذا لماذا لغيب الآن ولم يطبق؟ يعتبر مرجعية الآن. نعم يعتبر مرجعية. مرجعية شركة الحوار الوطني. يعني 30% الكوتا. نعم نعم على 30% نعم 30% لا تعطى لها الآن. لا. أين هو؟ ما طبقت 30% بتواجد المرأة في المناصب القيادية. في قرارات لا نظام كوتا ولا الحوار الوطني ولا أي شيء ولا وجدت ولا محاربته في أسف. يا أخت رؤى في قرارات وزارية ما نفذت، هي هذه القرارات تنصف المرأة. نعم. هذه دائما أنا في كل الورش في كل ما هي القرارات الوزارية؟ في قرارات وزارية تمكين النساء المرأة في المكاتب التنفيذية بنسبة 30% والشباب 20%. نعم. هذه لو نفذت الآن المفروض تصدر رسائل للمحافظين في المناطق المحررة بتفعيل دي القرارات. هذه القرارات أيام باسندو أنا كنت بدير عام تنمية المرأة قبل الحرب يعني فجأة يعني ما طبقت. يعني مثلا المرأة تكون في مكتب تنفيذي عاملة في مكتب تنفيذي في أي مرفق حكومي مثلا مدير إدارة. نعم. أو رئيسة قسم. نعم. ترفيعها من رئيسة قسم إلى مدير إدارة ومن مدير إدارة إلى مدير عام. يعني لاحظي في بعض المحافظات قلة نوعية من النساء بدرجة مدير عام. بالفعل. أيوة نحن يعني لازم نمكن المرأة من العمل. نعم. والشباب كذلك نسبتهم 20% في المكاتب التنفيذية. يعني تبقى المرأة لها 20 سنة وهي رئيسة قسم. ليش؟ فعلوا هذه القرارات، هذه القرارات تنصف المرأة. هذه القرارات جت نتيجة للمؤتمر الحوار الوطني. وتم صياغتها وتم رسالة لكل المحافظين في المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظات الجمهورية كلها. نعم. على بتمكين المرأة بنسبة 30% مش في المواقع. نعم. من صنع القرار لكن لم يتم العمل فيه. هذه 30% في المكاتب التنفيذية هذه لم يتم العمل لم يتم الآن دورها تفعيل هذه القرارات. دائما نطالب بتفعيل القرارات الوزارية. هذه قرارات وزارية تفعيلها هذه تمكن المرأة. نعم. من الحصول على حقها في العمل في الوظيفة. نعم. قرارات موجودة لكن لا تنفذ. نعم لا تنفذ يعني كما يقال أنها حبيسة الأدراج هذه القرارات للأسف. نعم. على أرض الواقع لا يتم تنفيذها إنما مجرد قرارات خفافة من العبء. هذه بتحقق للمرأة جزء. يعني المرأة بتحس أنها اشتغلت وتحصلت نتيجة جهدها. حقها حقي إني رئيسة قسم الآن أو مدير إدارة. نعم. أيوة مدير إدارة. نعم. في دائرة أنا أعطى درجة على أيوة. نعم. درجتي من حقي هذا إذا كان في قرار وزاري يحميني من حقي. يعني هذه القرارات هي تفيد المرأة لصالح المرأة هم مشات. ليش؟ إنه يحاولوا إنه يغيبوا دورة لكن هي موجودة بقوة. نعم لا زالت المرأة رئيست. نعم لا زلنا نبحث. نعم. ولازلنا نشتغل على أرض الواقع. نعم. وقادرين على العطاء. نعم. لازلنا بنشتغل ولازلنا يعني المرأة دائما تمكن يعني العطاء تمكن المرأة برضه. المرأة هي سند للمرأة. سواء كانت المرأة في الأحزاب أو المرأة في منظمات المجتمع المدني. نحن عون لبعض بالفعل بناصرة حقوق. حقوقنا. نعم. واحدة أهدافنا. واحدة نطالب يعني نحن دائما كلمتنا نطالب صناع القرار مشاركة فعلية وحقيقية بتواجد المرأة في كل المجالات سواء كانت مجالات سياسية أو مجالات اقتصادية. تمكين المرأة هنا ضروري. نعم. يتطلب هذه المرحلة سواء كانت مرحلة حرب أو مرحلة سلام. فعلا. احنا نطمح يعني نطمح بانتهاء الحرب. نعم نتمنى يعني ان هذه الحرب تنتهي. احنا مع وقف الحرب. أثناء انتهاء الحرب أيضا المرأة يعني عندما ستكون يعني من ضمن مفاوضات للسلام ستعطي مشورتها ستعطي أشياء أخرى كذلك لإنهاء عملية الحرب. حرب. نعم لصنع السلام. أيوة شوف النزاعات والحروب. النزاعات وهذه أيوة هذه النزاعات والحروب عندها حلول. عندها حلول. نعم. المرأة عندها يعني قادرة على العطاء. نعم. عندها حلول عندها إمكانية تطرح رأيها. نعم. المرأة تحس المرأة يعني عندها يعني هي لماذا لا يتم أخذها يعني أخذ آرائها لماذا لا يتم أخذ آرائها المرأة مطيبة يعني ما فيش في مفاوضات السلام المرأة مش موجودة سواء كانت من أي مكون سواء كان أحزاب أو مكونات المرأة مش موجودة. نعم. يعني هنا دورها مغيب. ليش المرأة ما تكون ما عدا حزب واحد الحزب الناصري أعتقد المرأة موجودة. أيوة حزب
يعني لابد من إشراك المرأة في مفاوضات السلام، إشراكها في كل المجالات. المرأة هي من تنشد للسلام بالفعل. دائما المرأة يعني كل يعني تمد العنف والحرب لصالح من هذه الحرب بالفعل. يعني لكن تمزيق للنسيق الاجتماعي تفشي الأخلاق الآن، يعني الحرب يعني والنزاعات تهدم مش تبني بالفعل. أيوة، لهذا لابد هذه المرحلة تتطلب وجود المرأة. المرأة هي شريك أساسي. النساء شقائق الرجال بالفعل. على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. لهذا لابد. شوفي أنا يعني أنا ما لما كنت أشتغل مين كان يدعمني؟ الرجل. ما كان الرجل بالفعل. كان الرجل يوقف معي يدعمني يعني في كل المسار العملية. تنمو يساوي تنمية أو هي شركة رجل في الميدان. أيوة. في العمل الميداني. لا ننسى في رجال يعني تساعد، في يعني رجال تقصي المرأة فعلا. يعني الحياة مش كل أصلاً واقفة على الشراكة. لهذا نحن تعودنا نحن تعودنا على الشراكة، تعودنا على وجودنا. ليش يعني تم استثناءنا الآن في هذه المرحلة؟ صحيح مرحلة حرب بس لابد أن تكون المرأة متواجدة في الحرب وفي السلم. في السلم نعم، في كل مكان. مش المرأة لها مكان مخصص. نعم، حتى في القوانين والعقوبات. أيوه. همشة حتى ما فيش معنا قرار عن العنف. يعني العنف لو مارس ضد المرأة ما فيش قرار مغير. لا زال العنف يمارس ضد المرأة. نعم. لا توجد قوانين. قوانين وكذلك العادات والتقاليد تلعب دور. أي حد حتى معنفة المرأة تستحي أنها تروح للأماكن. لكن إلى من تلقى؟ الآن رفع الوعي. الآن في وعي. نعم. أيوة الآن. الآن في وعي حتى للأسر في المجتمع. الآن وعي. وعي مجتمعي. هذه دور المنظمات برضه والأحزاب رفع الوعي. منظمات المجتمع المدني شغالة كثير. أيوة أيوة تشتغل في لها يعني. تشتغل على الجانب التوعوي يعني إشراك المرأة، تمكين المرأة في قرارات الآن أممية، ويعني زي قارو اتفاقية سيداو معك اتفاقية اللي هو إنهاء العنف ضد المرأة والتمييز مع قرار 13-25 كله خاصة المرأة. 25 هذه أيام نهضة العنف ضد اليمن موقع اليمن موقع على هذه القرارات والاتفاقيات. لكن تفد نعم كأنه تم توقيع على هذه القرارات، لماذا لا يتم تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع؟ لماذا ينفذوها بس في طيب قالت محددة الآن في البرنامج الحكومي. يعني نحن كنساء نطمح أن يعني نكون إيش يعني الحكومة الآن ما أصدرت حقها البرنامج الحكومي. لابد أن يكون دور أو نصيب للنساء أو للمرأة من ضمن البرنامج، من ضمن البرنامج الحكومي. حكومي يعني لابد أن يكون أن يشمل المرأة. أيوة شراكة. نتمنى شراكة. نتمنى أن أيوة نتطلع يعني من الحكومة ورئيس أن يكون لها دور في البرنامج الحكومي القادم. للحد الآن عاد ما صدر، مفروض يكون خلاص. نعم ها مفترض بالفعل الأحزاب أن تكون أيضا لديها نسخة من هذا البرنامج، ولكن الأحزاب هي دورة بعد الحرب أكثر شيء اللي هي المرأة. هي اللي كانت أخذت دور الرجل أيضا. نعم. بعد الحرب حتى أيضا لاحظ أن الأحزاب أيضا بدأ يعني دورها يقل. نعم يقل الآن المعركة كلها أصبحت على أرض الواقع. نزاعات. نزاعات. نعم. نزاعات صراحة. ما فيش صراعات سياسية. نعم. نزاعات على أرض الواقع. أكيد الأحزاب بدأت سياستها وبدأت تقل. أيوة وأغلب الأحزاب في الخارج الموجودين في الداخل القواعد طالما أننا موجودين ونشتغل من حقنا نتحصل على يعني كمرأة من حقي أن نتحصل على حقي فعلا حقي في ما الذي يمنع من ذلك؟ صناع القرار. صناع القرار هنا صناع القرار يجب أن يفهموا أن النساء مش المرأة مش بتجلس خلاص يعني دائما تابعة. نعم. نحن شكلنا تكتل نسوي. نعم. ليش هذا التكتل النسوي؟ نعم أهمية هذا. أيوة. أهمية أننا نقول لنا رؤية واحدة أن يغير من دورها طالما أن موجود هذا التكتل. الأحزاب قيبتنا نحن متواجدين. نحن بنشتغل قادرين باتحادنا بتحالفنا بنشتغل هذا العام عام النساء. نعم عام تمكين المرأة. عام تمكين المرأة. طالما أن الحكومة والكل استثناء النساء المرأة موجودة. موجودة لا زالت موجودة لا زالت. وهذا نعم. العام أطلق عام النساء. عام النساء يعني عام النساء مع النساء كامل. الآن نشتينا إحنا أقل شيء يكون في معنا تقسيمات الحكومة إشراكنا. نعم بالفعل. ليش نحن مغيبين؟ يعني خلاص أنتوا دواركم محددة. أنتوا صح أرض الواقع لكن في مجالات محددة. لكن المجالات السياسية هذه للرجل. احنا لا يعني ما يشرك المراه ما يشرك المراه لان يمكن تكون ضعيفه. يمكن زي ما يقولوا ماسكين اللي هو حديث الرسول لا قصد دين وعقل. نفذوا هذا الحديث على مزاجهم. لكن الواقع غير. بالفعل لقيه للانواق. ففينهم اين انتم؟ احنا اين هنا. انتم
المرأة هنا وأين أنتم؟ أيوة. نحن متواجدين على أرض الواقع، على في النزاع نفسه. المرأة متواجدة في النزاع فعلا، متواجدة وقادرة على العطاء، وأعطت كل شيء، كل ما لديها، ولا زالت إلى هذه اللحظة. لهذا الحق تكريم هذه المرأة، تكريمها بإعطائها حقها الدستور والقانون كفل لها. دائما تنادوا بالمساواة، يعني عشت حقنا، تنادوا بالمساواة، وقعت مواثيق وعهود دولية، طالما كذا أعطوا المرأة حقها في المشاركة السياسية، إنه لابد من مشاركة المرأة، ويعني كلام آخر، لكن أين هو كل ذلك الكلام؟ كلام بدون فعل. نعم. يعني للأسف أن تأخذ حقها فعلا وتكون متواجدة في مواقع صنع القرار. بالفعل هذا صحيح. أستاذة عايدة وأستاذة بثينة، أيضا المرأة في بلادنا تمر بأوضاع صعبة في ظل استمرار الحرب، وهذا جعلها تبحث عن ما هو أهم من المشاركة السياسية والديمقراطية، تبحث عن ملاذ آمن ولقمة العيش المتوفرة. وما نشاهده اليوم من حالة النزوح جراء الحرب، تتحمل المرأة العبء الأكبر من هذه المعاناة الحقيقية. بعد كل هذا، هل تستطيع النساء تغيير هذا الواقع وكيف؟ فعلا النساء يعني بتكاثف كل الجهود، توحيد وجهات النظر المرأة، توحيد جهودها برص الصفوف، تستطيع أن تتجاوز كل المشكلات التي مرت بها والنزاعات. المرأة قلنا يعني هي شريك أساسي في عملية البناء والتنمية. يكفينا فخرا أن المرأة حتى متواجدة في الجانب الأمني. في الجانب الأمني نعم، موجودة، والعسكري، نساء عسكريات رائعات، عسكري أيضا رائعات، نساء يعني شوف المشاركة هنا للنساء، يعني حتى في الجانب الأمني المرأة موجودة، متواجدة في كل المجالات. يعني هذه من ضمن التحديات. أينما ذهبت تجد المرأة. نعم. من ضمن التحديات وجودها في الجانب الأمني، وجودها في 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 مصلحتها في السجون، وجودها فعلا في مواقع الأحداث. مراكز الأحداث. نعم. المرأة متواجدة. نعم. في كل شيء، في رصد الانتهاكات. يعني أيوة. في كل مكان موجودة. في كل مكان. نعم. يعني هذا نوع من التحديات اللي تواجهها المرأة. هذا نوع من يعني تواجدها نوع من التحديات، فرضت وجودها المرأة كشريك فاعل في هذا المجتمع. نعم. من حقك تكرم هذه المرأة. نعم. والرفع من شأنها. نعم. للأسف هم يمكن يقولوا أنه بالحرب خلاص المرأة دور انتهى، لأنه بهذا الوقت بتكون خائفة، ما تقدرش تخرج أو كذا. بالعكس، المرأة هي اللي خرجت في الحرب، هي اللي كانت تحمل الدباب الماء، هي اللي كانت تروح تطبر الغذاء، هي اللي بعد الحرب، بعد ما انتهت الحرب بعد 2015، بعد يعني 2000 اشتغلت أكثر. نعم. شيء. هل تستطيع أن تغير هذا الواقع؟ الآن أصبحت رائدة أعمال. نعم. وكيف؟ اشتغلت في الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي المجتمعي، نزلت للناس المجتمع. نعم. حتى في الرصد، يعني في الرصد الانتهاكات، ممكن أقول في هذاك الوقت لا، مستحيل أن تنزل المرأة. لأنه ده مش دوره. نعم. الرجل اللي يستطيع أنه يقدر يجري، يقدر ينتبه للناس. لكن المرأة نزلت. نعم. واشتغلت وهي راصدة. غير انه في مراكز المؤسسات الان اكثر اغلبها نساء بالفعل، القائدات فيها. نعم. امثال الجانب الاول كثير نساء موجوده في الجانب الاقتصادي، موجوده في الجامعات. نعم. في كل مكان موجوده تنسى في الجانب الاعمال. تم تغييبها بالرغم انها متواجده. نعم. وموجوده وشريك فاعل في الاحزاب فعلا، يعني ناصرت احزابها. نعم. المراه وعطت الكثير للأحزاب، لكن لأن يجب أن يكون دور الأحزاب الآن في دعم المشاركة المرأة، يعزز من وصولها إلى مراكز صنع القرار، أن تعيد حسابتها مرة أخرى تلك الأحزاب والمكونات. نعم. نتمنى أن من الأحزاب أن تعيد النظرة إلى المرأة وإلى تواجد المرأة وإلى تعزيز دورها ومشاركتها. نعم. السياسية أكثر فاعلية، أن يكون فاعل ملموس كلها دور، حتى قلنا في الحرب أو حتى في السلام بعد في الإعمار، في مرحلة الإعمار، أن تكون المرأة نتمنى أن تكون المرأة متواجدة بالفعل، نتمنى وجودها في التنمية والإعمار. نعم. موجودة الآن في قياداتنا سويا، نحن نفتخر. نعم. يعني نتعلم منهم. نعم. أمثال كثير يمكن نذكرش أسمائهم. نعم. بس كثيرات نحن. نعم. نتمنى أن نكون مثلهم فعلا، ونتعلم منهم وندرس مع، يعني نأخذ دروس وعبر. نعم. يعني منهم بأكيد هن يكون القدوة لنا، هم أشركون. نعم. إحنا فعلا، يعني ما قالوش المرأة خلاص تجلس في المنزل. أو لا، بالعكس الآن أشركوا النساء. نعم. يعني الآن إحنا عملنا حتى وقفة تضامنية كامل، أجينا النساء كثير. أي حملات أي هكذا تلاقينا إحنا مع بعض، يعني بنقدر بنتجاوز اتحادنا مع بعض بتوحيد كلمتنا بالفعل، رصفوفنا إن شاء. نعم. الله
بالعمل اكثر واكثر. نعم. بالعمل بالابداع تمكين بالتمكين 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 تمكين تأهيل النساء، تمكين في الجانب السياسي. نعم. تمكين في الجانب الاقتصادي. يعني ضروره تمكين النساء، وكذلك خلق يعني المفروض حوارات واسعه مع كل المكونات. بالفعل. يعني يعني مثلا في المؤتمر من حقي ان اعمل يعني حوارات مع تقبل وجهات نظر الاخرين. أيوه. اخرين بالفعل من حقي يعني اني اكون متواجده في كل المجالات. نعم. يعني ومع كل النساء. نعم. مش يعني النساء مش يعني انك انت في حزب كذا لا تنتمي للحزب الا بحاربك. لا، احنا لازم يكون كلمتنا واحده لانه احنا قضيتنا واحده اصلا. قضيه المراه، قضيه المراه وتواجدها في صنع القرار. بالفعل هذا صحيح، هذا هو الذي يجب ان يقولنا فعلا. ايضا المكون النسوي هو رقم صعب حقيقه، لا يمكن اغفاله مهما كان. مثل المكونات والاحزاب السياسيه لن يستطيع اي طرف ان يتجاوز المكون النسوي، وينبغي ان يكون حاضرا ومشاركا في العمليه السياسيه، في صنع القرار، في عمليه السلام، في التنميه، في البناء، في كافه المجالات. يجب ان يكون المكون السياسي هو الموجود، وكذلك ايضا في اليات عمليه هذه البناء السلام. وكما اسلفنا الذكر ان يعني دور المراه كانت وستظل دورها فاعل وحضورها فاعل. طموحات المرأة في تمكينها لصنع القرار، وبأن هذا العام هو عام تمكين المرأة، ما هي طموحاتها المرأة؟ ترى لديها طموحات كثيرة، طموحات عدة. نعم. أيوة، تتمثل في ماذا باختصار؟ أهم شيء حصولها على متى موجودة ماذا؟ مشاركة. نعم. سياسية. نعم. فاعلة للمرأة. نعم. حصولها على أكثر من 30% تفعيلها أكثر من 30% أكثر. نعم. تفعيلها. نعم. هذا التي تطمح فيه كل النساء، كل النساء. نعم. بتواجدها. نعم. الحاضر يعني والمستمر في كل المجالات فعلا. كذلك تطمح المرأة أن تكون في عملية السلام. نعم. وألا ينتقص من حقها ودورها، تكون موجودة. نعم. تكون يعني موجودة حاضرة، ألا تهمش. ألا تهمش. أن تكون. نعم. يكون أن ترفع صوتها موجودة. عزيز. أنا موجودة في بالفعل. كل المجالات. وأيضا أن يكون لها دور فعال، يعني بمعنى أن لا يستشار لها فقط مجرد استشارة عادية ويتم إلغاء هذه الاستشارة، لا، إنما تكون حاضرة موجودة، تكون المرأة حتى باستطاعتها أن تغير في البرامج السياسية الأحزاب. بالفعل بالفعل. أعطى برامج سياسية، أعطى رأيي، أعطى آراء جديدة، هو برامج سياسية، أطرح رأيي أنا في يمكن يكون عندها الحل في إنهاء الحرب. بالفعل. النزاعات هذه الحلول موجودة. موجودة. المرأة قلنا المرأة عندها عندها يعني ميل يعني كثير للسلام، تطمح أن يعم السلام. نعم. وسيعم السلام بمشاركة المرأة، يعني لا يستثنى المرأة بالفعل أي حاجة، وأن يكون إن شاء الله طوالي. نعم بالفعل، يعني أن يكون هناك يعني تعديل لمشاركة المرأة في العمل السياسي، سواء كان في الحكومة أو غير ذلك، أن تتبوأ المرأة مناصب قيادية لأنها صانعة قرار حقيقة. وأيضا نعم هي عاملة لبناء السلام، أن تكون في ضمن يعني مفاوضات، أيضا أن تشرك المرأة. مراجعت على الأحزاب، مراجعت حسابات. نعم. حسابات في تراجع الأحزاب. في تراجع نسبة المرأة وتواجدها في مواقع. نعم. سواء كان في الأحزاب أو المجلس الانتقالي أو غيرها حقيقة، أو المكونات في كل المكونات كان. سواء كانت. نعم. أي في الأحزاب، في المكونات، في منظمات المجتمع المدني أيضا أن تراجع حسابات. وطالب بالمساواة أيضا وتكافؤ فرص يعني بين الجنسين. أيوة. لازم يكون في تكافؤ. من حقها. من حق المرأة. غير إنه في 2017 كان من أهداف التنمية المستدامة إنه في عام 2030 يكون خلاص بدون موجود مساواة. في تكافؤ. نعم. فلسطين فين للان ما فيش. نعم. نشتغل على هذا لكن للاسف الان اللي نشتغلهم كبير. نعم. دور المراه فين كانت والان اصبحت يعني في يعني اين كانت كانت المراه كانت في اقل شيء مراكز تراجع ولا شيء. هذا التراجع هزنا بصراحه فعلا، تراجع يعني كبير في دور المراه خاصه بالاتفاقيه الاخيره ما فيش له اشراك نهائيا، وهذا الصراحه اثر يعني علينا جميع النساء، أثر علينا. نعم. نحن مهمشين لا يستلنا وجود. نعم. ولكن إن شاء الله في هذا التكتل النسوي هذا الله. الذي سيجعل لكم يعني متوحدين أكثر فأكثر أكثر عام أكثر فعلا سيكون أيضا هذا التكتل النسوي وطرح. نعم. يعني وطرحنا فارض القضايا وتبني القضايا. المرأة فارضة أيوة موجودة وتبني القضايا الذي نعيشها قضايا الوطن إحنا متبنيين قادرة أن تحلها. أيوة النساء نحن يعني لابد أن نكون دور للمرأة بالفعل، وصناع القرار يجب أن يراجعوا حساباتهم قلنا سواء كان صناع القرار أو الأحزاب أو منظمات المجتمع أو كل التكوينات. نعم. أن تكون المرأة موجودة، المرأة متواجدة
أن لا ينسوا أو يهمش المرأة. المرأة أيضا نكون شركاء. شركاء يعني ما يحاربوش بعض. فعلًا. لا لا لا. نكون مع بعض عشان ننجح. يد واحدة. أن تكون بالفعل. إن شاء الله. إن شاء الله سيكون ذلك وعام صنع القرار وعام التمكين المرأة سيكون أكثر قوة بإذن المولى تعالى. وأيضا أن هذه الرسائل جميعها في الندوات السابقة وفي هذه الندوة نتمنى أن تكون قد وصلت للجهات المعنية لصانعي القرار بالذات للقيادة السياسية للحكومة. ولكل من تهم من يهمه شأن المرأة يجب أن يفعل من دور المرأة، ألا ينتقص من حق المرأة، ألا يهمش دور المرأة، أن تعطى حقوقها كاملة لأنها من حقها الدستوري والقانوني أن يعطى حقها كاملة دون أي انتقاص. وأيضا المرأة هي صانعة للسلام، وأيضا من تعمل على بناء السلام وأن تشارك في كل المجالات سواء كانت سياسية اجتماعية ثقافية اقتصادية، في كل المجالات المرأة تكون حاضرة في عملة التنمية، أيضا أن تكون موجودة هي أصلا من ضمن عملية التنمية المرأة. نعم أهداف التنمية هي موجودة. نعم المرأة في كل المجالات، في كل المجالات موجودة المرأة، تعزيز وتفعيل دور المرأة. نعم نعم بس بالفعل يعني نتمنى أن يكون لها دور فعلي بالفعل فعلي وتواجدها فعلا في سيكون إن شاء الله أكثر فأكثر في الحرب. نعم إن شاء الله ويأخذ بالحسبان. أيوة نعم بدون يكون في المفاوضات دائما المرأة تطمح إلى سلام مستدام إن شاء الله. نعم وإن شاء الله نعم وأن تكون أن تتبوى إن شاء الله سيعاد النظر ذلك وأن تحظى المرأة في أماكن بنصب قيادية أخرى إن شاء الله بإذن المولى تعالى سيعطى لها حقها الكامل مهما كان لن ينتزع من حقها. هذه المرأة حقها المفروض إعادة النظر. إعادة النظر بفعل لكل امرأة حقها الذي كفله لها الدستور. نعم شريك أساسي وفاعل سواء كان في العملية السياسية أو غيرها في عملية بناء السلام وغيرها من المجالات الأخرى. إذن نشكركم على حسن الصغي والمتابعة. نشكرك أستاذة عايدة عاشور عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عضو لجنة دائمة رئيسية رئيس القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج وأكد أيضا عضو التكتل النسائي للأحزاب وعضو مجلس مركزي اتحاد نساء اليمن في لحج. شكرا جزيلا لك أستاذة عايدة عاشور وعلى تشريفك وأيضا لطرحك لهذه الأطروحات وهذا الحديث حقيقة الذي ينصب في مجمله حول ما تعانيه المرأة اليوم واقع المرأة اليوم بالفعل واقع بالفعل هو واقع مريض. أيضا نشكر باسمكم جميعا. نعم إن شاء الله عندنا أمل إن شاء الله. إذا نشكر أيضا الأستاذة بثينة العمري عضو في مبادرة بصمة نساء للسلام ومدربة في النوع الاجتماعي وبناء السلام رئيسة مبادرة كل إنسان من عام 2016. شكرا جزيلا لك أستاذة بثينة. شكرا جزيلا لك أستاذة عايدة على حضورك وشكرا أيضا للنساء التي استضفتنهم في الندوات السابقة. شكرا لحضورهن ومشاركة حديثهن معي هنا في حول تمكين المرأة. عام التمكين أن يكون تمكينا سياسيا تأهيليا أن بكل المجالات أن يكون إن شاء الله بإذن المولى تعالى بالفعل التمكين فعلي. شكرا لكم أنتم أيها السادة الكرام على حسن الصغي والمتابعة لكل هذه الندوات التي أدرناها وناقشناها معكم حول ما تعانيه المرأة وحول أيضا المشاركة الفعلية الأساسية للمرأة بصناعة القرار في العملية السياسية وبناء عملية السلام وغيرها من المجالات الأخرى باعتبارها هو حق من حقها من حقوقها الذي كفلها لها الدستور والقانون. نشكركم على حسن الصغي والمتابعة. هذه تحايا طاقم العمل جميعا مني محدثكم رواء عصمت وفي أمان الله أستودعكم.